مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهاردة هقدم لكم طبق جميل جدا بيحبه كل الناس. هو برياني دجاج او برياني فراخ زي ما احنا بنسميه، بالبهارات بتاعته مع بالحاجات. المقادير زي ما انتم شايفين كده، دول 5 بصلات مفرومين، 5 طماطميات مفرومين برضو، ده توم وجينجر مفرومين برضو مع بعض، زبادي عشان تتبيلة الفراخ، بهارات. البهارات دي ممكن يا جماعة تجيبوها من أي حتة، ده مهران، شام، من عندنا في مصر في عطارين كتيرة بيبيعوا بهارات البرياني، تمام. ونعناع، والرز يتنقع قبل الطبيخ بنص ساعة تقريبا، كويس. أشوفكم في التحضير. تحضير البرياني دلوقتي، أنت لو بتستخدم انستنت بوت تشتغل الاول على السوتيه، عشان ده اللي بيتشوح عليه وبيطبخ عليه وبيحضر بيديك بخار، تمام. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ 2 معلقة زبدة تمام، و 2 معلقة زيتون معلقة زيت زيتون يا جماعة، معلش، تمام. وبعد كده هنزل عليه بالبصل المفروم، كويس، سنة سنة، وخاف على ايديك عشان ايه؟ الطرطشة، اوكي، الطرطشة، تمام كده يا جماعة. بعد بننزل البصل هنا وبنشوحه كويس مع الزبدة وزيت الزيتون دوا، بننزل عليه الطماطم والجنجر والبهارات والنعناع والفراخ، وبنسيبهم كلهم مع بعضهم ياخدوا ويدوا مع بعضهم، بحس ان الفراخ تتشبع بالتتبيله دي كلها، كويس. وبعد كده بروح نازل بالرز عليهم، بس الرز مش دلوقتي، كويس. بعد ما بقفل عليهم تقريبا لمده 10 دقائق في الانستنت بوت، بتكون كل حاجه اتشربت واتشبعت، الفراخ نفسها بتشرب الصوص كله عشان تدي الرز بعد كده. خليكم بس فاهمين طريقه الطبخ عامله ازاي، لانها هي مجرد سنس بس مش اكتر، كويس. انا دلوقتي البصل بيتشوح في الزبده وزيت الزيتون، الحلو بقى في الانستنت بوت دي يا جماعه، انها فعلا بتوزع البخار في الفراخ كلها وبتخلي الفراخ تبقى جوسي. يعني انت لما بتروح تاكل برياني بره في اي حته، بتاخد الفرخ جاي بتلاقيها جوسي، مش ناشفه ولا هي نيه شويه، لا بتبقى مستويه وجوسي. انا هنزل بالطماطم دلوقتي يا جماعه. بص شكل البصل بيبقى عامل ازاي، بيبقى عامل كده، تمام. هنزل بالطماطم عليه، طماطم خالص عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه، ويا سلام لو هي طماطم مقشره، بحس ان ما يكونش فيها قشر يعني، او اذا ما كانتش مقشره تتصفى. الله، انتوا لو شامين ان انا شامه دلوقتي، يعني اكيد كل واحد هيعملها هيحس باللي انا حاسه دلوقتي الحقيقه. جميل، هتاخد وتدي شويه مع بعضها برضه، تقريبا في حكايه الدقيقه مثلا. انا بس ما بحبش الفيديوز تاخد اكتر من 10 دقايق، عشان الناس تستمتع وتعمل اكلها بسرعه، وده احنا يعني عاملينه كله للناس اللي هي الايه،
عازب متجوز، يعني بتبقى طريقة مختصرة لعمل أكل كويس، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي تبقى ايه يا جماعة. الفراخ هنزلها قطعة قطعة كده، وزعوها بس في الحلة، لأن الحلة مش هتوزع لكم الحاجة، فأنت لازم توزعها في الحلة كويس. تمام، كلهم نزلوا في حتة واحدة. بعد كده تنزل عليها بالبهارات، دي البهارات تنزل عليها، توزعها برضو على ال وتديها تقليبة. تديها تقليبة وتبقى كويسة جدا. ثانية واحدة يا جماعة بعد اذنكم، عشان انا عايز انزل بالجينجر والتوم. والنعناع، النعناع يا جماعة بيعمل في البرياني سحر. عندك بقى شوية الزبادي، الزبادي ده يا جماعة لازم تخفقوه، يعني لازم يتربى كويس كده بالشوكة، بحيث ان هو ما يبقاش ينزل اي شيء، لازم يكون ناعم جدا الزبادي. انا عايزكم بس بعد ما تعملوا الاكلة دي تدعوا لي من قلبكم. طيب كده كل الانجريدينت مع بعض، احنا بس مجرد ان احنا هنقلب. انا عايز اكلها نيه يا جماعه، دي رهيبه جدا. الصلصه مع البصل مع النعناع مع الثوم، كل ده يا جماعه هيتحط دلوقتي لمده 10 دقايق. بص اللون بقى عندي ازاي، يعني انتم متخيلين دي لما تطلع تبقى عاملة ازاي؟ واو، النعناع بيعمل سحر يا جماعة في البرياني، سحر سحر بمعنى سحر. لو محدش بيستخدم نعناع فريش في البرياني او كان بيطبخ من غيره يستخدمه ويدعيلي. هنسيب الكلام ده لمدة 10 دقايق. هنقفل الحل كويس. تمام، جوه الحلة.